هو احنا عندنا انتاج زايد ومشكلتنا كانت ما عندنا نقلة. انتاج زايد زين عندنا عندنا انتاج يا دوب يغطي ساعات جيده مو كافيه ها، بس اكو بعض المناطق ما اقدر اصرف الانتاج. الانتاج اللي عندي يعني شنو اليوم بوضع شبكتنا هذا الان مال النقل الان زين، اذا يصير عندي 100 انا اريد 40,000، اذا يصير عندي 100,000 اكو مناطق بعدها تطفى كهرباء. ستقول لي ليش؟ يريد لي شبكات توزيع ويريد لي خطوط ناقله ومحطات تحويليه تجيب لي الانتاج من محطات الانتاج. زين. تمام، صارت عندكم هسه الخطوط اللي افتتحن الباحه الجزء الاول زين. 48 محطه افتتحن رئيس الوزراء وشغلن ودخلن للعمل. زين، اجينا على مشكله التوزيع. التوزيع بظل انشطار المناطق وزياده الطلب على الاستهلاك، وهذا تغيير جنس العقار زاد الطلب على الاستهلاك. شبكات بعض المناطق واحمال المغذيات صارت ما تتحمل، قامت الناس كل شويه تجيهم الكهرباء ويسقط مغذيهم بالحمل الزائد. حتى اعالجه سويت المغذي 2، من سويت المغذي 2 يريد محطه توزيع. البارحه اللي افتتحها الرئيس الوزراء 152 محطه توزيع، ذني راح يتكفلن بمعالجه الاختناقات ويعالجن هاي الكهرباء تجي. يقول الناس كل شيء ما تشغل، تجي الفولتيه ناصيه وكل شيء ما تشغل، طفوها احسن. هذني ال 252 محطه راح يعالجن هذا الموضوع.